أخبار تفيد أن زين ابنة رئيس بشار الأسد متخفية على أحد الشواطئ التركية. نشرت صحف تركيا صدر اليوم صورا قالت لأنها لابنة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي في إحدى المدن الساحلية التركية تقضي العطلة مع أصدقائها وهي متخفية. وقالت مصادر معلومة في تركيا إن ابنة رئيس بشار الأسد زين موجودة في مدينة بدروم على بحر إيجا. يقال إن زين الأسد ابنة رئيس السوري بشار الأسد التي تبلغ من العمر 16 عام موجودة في بدروم، والأحاديث تفيد إنها تقوم بجولة سياحية حيث زارت أقاربها مؤخرا في اسطنبول ثم ذهبت إلى شواطئ بحر إيجا مع أصدقائها. وأكدت وسائل الإعلام التركية أن زين الأسد وأصدقائها أخفوا هويتهم الحقيقية في بدروم، وهناك اعتقاد بحسب الصور المسربة أنها استأجرت 6 سيارات فاخرة في المدينة. لكن مصادر أخرى قالت أنه بعد التدقيق في الخبر والصور المنشورة تبين حدوث التباس في الأمر لدى إحدى الصحف التركية حول الشخصية التي ظهرت على الزواج. ولفت إلى أن الفتاة التي كانت على ظهر الزورق السياحي ليست هي ابنة بشار الأسد زين، وإنما هي ابنة فلك جميل الأسد واللواء قصي أصلاً برفقة حفيد فلك. وذكرت أن ابنة فلك الأسد متزوجة من شخص لبناني من عائلة أبو حمزة، حيث كانت برفقة صديقاتها في بدروم بعد جولة سياحية بمرسين وتيسان في تركيا. بشار حافظ الأسد ولد في 11 سبتمبر سنة 1965، وهو الرئيس 19 لسوريا والخامس في تاريخ الجمهورية العربية السورية، ويحكم منذ 17 يوليو سنة 2000 بعد أن انتخبه الفرع السوري لحزب البعث العربي.